سنوات فقط وبتكلفة تجاوزت 4.8 مليار دولار، أنجزت سلطات دنفر الأمريكية مطارها الدولي من الصفر. بعيدا من الولايات المتحدة ومشاريعها الضخمة، ومن مطار دنفر نطير لنهبط في مطار الإقلاعات اللبناني، وهو المطار الذي لطالما شهد ملف إعادة تأهيله حركة إقلاع وهبوط على طاولة مجلس الوزراء. منذ اندلاع أزمة طيور النورس بمحاذاة مطار رفيق الحريري الدولي، عادت المطالبة بإعادة تشغيل مطار الشهيد رنا معوض. وعلى الرغم من الوعود التي هبطت على سكان الشمال بإمكان إعادة تشغيل المطار وإقرار اعتمادات خاصة له، لم يضرب حجر في المطار ولم تكتب كلمة على دفاتر طاولة المجلس. المهندس نجا العريض الذي عمل متعهد بناء لعدد من المطارات في دول الخليج يحدثنا عن أبرز ما يحتاج إليه مطار الإقلاعات. مطار الإقلاعات ما في يكون بلبنان مطارين رئيسي، لازم يكون مطار ثانوي. طبعا المطار قائم بحد ذاته، والمطار موجود، ومعظم الانفراستراكشر المطلوبة للمطار موجودة بالمطار. بده يعتمد على الشحن، بده يعتمد على شوية ركاب، ومعظم الأكثر أحسن احتمال أنه يأخذ الركاب من مطار الإقلاعات لمطار بيروت بشكل سريع وفعال أكثر. ففيكون عندهم مثل تشيك إن، شركات طيران تعمل تشيك إن وبروسس للباسنجرز، هناك ينقلوهم بالطيارات على بيروت ومن هناك يطلعوا بالطيران المزبوط. هذا أزبط وسيلة اللي منشوفها لمطار الإقلاعات يتشغل الوقت الحاضر. طبعا في شركات خاصة، شركات طيران صغيرة خاصة، chartered flights أو small airlines، فين يفتحوا business case، يعملوا business case لحالهم، يشيلوا ركاب من مطار الإقلاعات لمدن معينة. فيك تروح على حج عمرة، فيك يطلع من هناك، فين يروحوا على يعني محلات chartered flights، يكونوا مثلا طيارات صغيرة وبتروح على محلات، فيك تعمل business case وتأخذ ركاب من الشمال. طبعا كتير صعب الواحد يحط رقم exact، فيك تحط شو الموجود شو المتاح، فيك تشتغل فيهم بالوقت الحاضر لأنه المطار المبنى موجود بده إعادة تأهيل. طبعا السانكينج كوست أو الإكسبنس اللي بدك تحطه بالمطار، اللي هو مفروض ما بحطوه المشغلين، هو تبني الساحات المطار والمدرج، هي مفروض ما تأخذ أكثر من ما بدي أقول أكثر من 40-50 مليون. فيك توصل لمرحلة يعني أنك المطار شغال ومؤهل بشكل مزبوط. هو المطار الذي سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء الشمال ليكون مرفقا حيويا متمما لميناء طرابلس المهمل. هو المرفق الذي شهد انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد اتفاقيات الطائف، مطار شهد إعادة بناء الدولة وتحليقها بعيدا من المنطقة كذلك. آدم شمس الدين، قناة الجديد.